بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. العرج محمد، ممرض من المركز الوطني لتحقق حقوق الدم. هذه المبادرة اللي كتقوم بها جمعية النهضة لسعق السيارات بالرباط، هذه مبادرة وطنية، مبادرة كريمة للتبرع بالدم، لأن الدم ما راه ما تيتصنعش، راه المواطن المغربي مواطن كريم، مواطن يعني اللي تيقوم بواحد العمل نبيل، هذا عمل شريف اللي تجندت له هذه الجمعية لمساندة الإخوان المرضى، سواء في حالة حوادث السير، سواء حالة عملية قيصرية بالنساء الحوامل، سواء بالنسبة للأطفال مرضى السرطان. وهذا نبيل، عمل شريف وعمل نبيل، ونتمنى احنا من جمعيات أخرى ومن هيئات أخرى تنظم هذه المبادرة للتبرع بالدم بتنسيق مع المركز الجهوي لتحقن الدم بالرباط، وشكرا.